بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. بشكر حضراتكم على متابعه القناه. يا ريت ما ننساش اللي ما اشتركش في القناه اشترك فيها، يعمل مشاركه الفيديو، ما تنسوش الضغط على زر التنبيهات عشان يوصلكم كل ما هو جديد. نبدا مع بعض ان شاء الله. بدي في البدايه في كسر في العظم، الكسر ده يتردد مكانه عشان يبتدي يلتئم. لو كان فيه او كان الكسر ده مش متثبت كويس بيحصل بيتكون هنا، يبقى الالتئام بيتاخر شويه. لو كان الدم مش واصل العظم كويس بيتاخر الالتئام. بالنسبه لعظمه العظمة بيكون تجمع دموي، وبعد كده يبتدي يكون يعمل يحصل التهاب ويبتدي يكون الكلس او الالتئام والعظم يترسب، ويبتدي بعد كده يحصل حاجة اسمها ريموديلنج، بيبتدي ياخد شكل العظم الطبيعي ويتشكل بالشكل الطبيعي. لازم الكسر ده يترد لوضعه كويس عشان يلحم في وضعه كويس، والا يلحم في وضع غلط. يبقى لازم يترد كويس عشان يلحم كويس ويلحم في وضع مظبوط، والا يلحم خطا. بس مش كامله، بيحصل حاجة اسمها secondary healing وبيتكون الكلس. لكن لو ما كانش فيه حركة أساسا والعظم متثبت مع بعض وتثبيت جامد، بيحصل تثبيت أو بيحصل التئام مباشر اسمه primary healing. يبقى primary healing التئام مباشر، و secondary healing يعني التئام برضو بيحصل بس ثانوي. يبقى إذا هنا في البداية بيحصل حاجة اسمها بيحصل تيشو ديستراكشن اند هيماتوما، بيكون تجمع دموي ويحصل التهاب لمده اسبوع، بعد كده بيكون كلسي، بيكون الاول طري وبعد كده يعمل هارد كلس، وبعد كده يحصل حاجه اسمها ريموديلنج، يبتدي ان هو العظم بيعدل نفسه كانه بقى طبيعي. بعد كده التهاب بيكون تجمع دموي الاحمر دوت، ويبتدي الخلايا تتراكم هنا، والخلايا تيجي عن طريق الدم وتطلع منها حاجة اسمها جروس فاكتورز أو مواد طبية بتساعد في عملية الالتهاب، وتبتدي يحصل خلايا دي تتشكل ويكون حاجة اسمها أوستيوبلاست، حاجة اسمها فايبروبلاست وكوندروبلاست وأوستيوبلاست، خلايا تبقى موجودة في جوه المكان الكسر وتبتدي تشتغل. ممكن هي تحط بقى ممكن فايبرس تيشو، منسجة خلوية، ممكن يكون غضروف، ممكن يكون عظم، ممكن في عظمة تانية أو في خلية تانية اسمها أوستيوكلاست بتبتدي تشيل الحاجات اللي هي مش مطلوبة وتبتدي تنظفها، اللي هم بعد كده يبتدي كالسيوم يجي يتحط ويجي يترسب ويبتدي يكون كلس واسمها هارد كلس، اللي هي الالتئام نفسه يبقى موجود. في الأول زي ما احنا شايفين بيبقى بارز نسبيا عن العظم الطبيعي، بعد كده بيبتدي ان هو يتعدل الوضع بتاعه وياخد وضع العظمه الطبيعي، ويبتدي يكون الاوستيوكلاست دي العظمه اللي هي الخليه الكبيره دي تبتدي تشيل اجزاء الزياده اللي مش مطلوبه، ويبتدي يحصل ريموديلنج، يبتدي العظم بعد كده يرجع كما كان. لو حصل تثبيت للكسر كويس وحصل ضغط بشريحه مثلا او حصل ضغط على الكسر و تمام، يحصل البرايمري بون هيلينج يعني التئام اولي على طول، او كسر امباكتد في كانسيلس بون بيحصل الالتئام الاولي دوت. يبقى هنا ده، لكن لو كان في مسافه بين العظم وبعضه يحصل يكون ووفن بون وبيعمل لاميلر بون بعد كده. يبقى ده البرايمري هيلينج اللي هو الالتئام الثانوي، حصل بيحصل تثبيت تمام وركبنا شريحه وثبتنا الكسر تمام. يبقى دي مراحل الام، يحصل تجمع دموي، بعد كده ممكن يكون تليف او فايبرو كاتريج، بعد كده يعمل كلس، والكلس ده يبقى يتحول لعظم بوني كلس ويحصل حاجه اسمها ريموديلنج. يبقى هيماتوما فورميشن وبعدين فايبرو كاتريج وبعدين بون كلس وبعدين بون ريموديلنج. بعد كده يبتدي العظم يشكل نفسه للعظم الطبيعي. بعد كده بشكر حضراتكم على مشاهده الفيديو ومتابعه القناه. بتمنى حضراتكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها، وما ننساش الضغط على زر التنبيهات عشان نوصلنا كل ما هو جديد. وبرحب باي تعليقات او اقتراحات لمواضيع جديده، والقاكم دايما في احسن صحه وسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.